اول اكله معانا هنسلق حبه رز وهنديه للطفل بدون اي اضافات، بدون ملح، بدون سكر، بدون اي حاجه، وهنبدا نديه للطفل. تاني حاجه التفاح المبشور، التفاح فيه فيتامين ج وبيساعد على تنظيم عمليه الاخراج، وفي حديد طبعا مفيد جدا، هنبشره ونديه للطفل. شوربه الخضار هتبقى عباره عن بطاطس وكوسه وجزر، هنسلقهم كويس جدا ونضربهم ويبدا الطفل ياكل منهم. صفار البيض بيتاخد من الشهر الخامس، يا هنهرسه وهنحط عليه لبن بتاع الأم أو لبن صناعي هيبقى حلو قوي. معانا جزر وتفاح ورمان، هنسلق الجزر والتفاح وهنحط عليهم الرمان ونضربهم بالهاند بلندر، هتبقى أكلة حلوة قوي. كبدة الفراخ فيها حديد وبروتين سهل الهضم، هنسلقها وهنهرسها وهنديها للطفل، حلوة جدا برضو. الموز بيحتوي على مادة البكتين وهي مادة قابضة تساعد في حالات الإسهال، هنهرسه كويس جدا وهنديه للطفل، هيبقى حلو قوي برضو. الجزر المسلوق ده من 6 شهور، ممكن ندي جزر بس، هنسلقه وهنهرسه في الخلاط كويس جدا. معانا بعد كده الخيار، ممكن نقطع الخيار سلايس كبيرة كده ونبدأ نديها للطفل بس نبقى قاعدين جنبه وهو بياكلها. في بقى من 8 شهور بطاطس مهروسة وبروكلي مسلوق مع جزر، هنسلقهم ونضربهم برضو. في اللي هو الشمام وموز مقطع وخوخ، هنسلقهم برضو ونديه للطفل. بعد كده بطاطس بوريه، بطاطس وكوسة وقرنبيط من 8 شهور برضو، هنسلقهم ونضربهم بالهاند بلندر، هتبقى أكلة حلوة قوي. في برضو السبانخ والرز والكريمة بس دي من عمر السنة، هنطبخها كويس ونهرسها ونديها برضو للطفل، أكلة مفيدة جدا. في اللي هي من 6 شهور دي للرضع، جزر وحبة مية وهنسلقهم أو نحط عليهم حبة لبن. في موز وافوكادو دي من 6 شهور، اكله حلوه جدا جدا، والافوكادو مفيد جدا جدا وفيه فيتامينات حلوه قوي. في اكله تانية كوسه وتفاح، هنجيب كوسه والتفاح ونسلقهم كويس قوي وبعد كده ايه نهرسهم وناكلهم للطفل. في بقى بطاطس وبسله وجزر، دي برضو تعتبر زي شوربه الخضار، هتبقى حلوه قوي. في كوسه وتفاح هنسلقهم برضو ولما يطيبوا كويس قوي هنحط عليهم معلقتين شوفان وهنضربهم في الخلاط. في كوسة وتفاح وكيوي ونعناع، هنسلقهم كويس جدا جدا وهنديه للطفل، يعني الأكلة دي مفيدة قوي قوي. في بطاطا وجزر، البطاطا بتاعتنا العادية هنجيبها والجزر وهنسلقهم وهنديهم للطفل.